فوش ده واسمر مهي او يقول لك فوش ده واسمر مهي او في الصيف انا اخبرك تهيئ مدينة وجدة الميتة المقهورة المقعورة المهرسة كل المشاريع الانمائية عطلت ما وافقوش الحمد لله وجدة المشاريع التحلي كانوا غادي يبدوا بها زعما يرهم على الطريق قال لك سيدي صافي ان شاء الله راهم وقفوهم انتم راكم موقفين ولكن اش بغادي يديروا لنا هالصيف مهرجان الراي لأول مرة تعرفوا شو غادي يصرفوا عليه في الميزانية أنا اللي حضروا الجلسة اللي حضروا الجلسة في الولاية وما يقولوا لي حتى واحد ما قال لهم وين هذا مركب واسمه خص كان عريان خصني الخاتم مليار و500 مليون باش يجيبوا الناس في الساق المدينة وجدة اللهم إن هذا منكر لماذا بس بخصنا احنا قلنا الله يخليك بس بخصنا لا 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 المهرجان ورغم الموظفين اللي غيروا يقول له يا السي الوالي ويا السلطات عندكم شي حاجة أخرى ما تعطيه لهذا الشعب المقروح الفن كان غير الراي الفن والثقافة ما كاش المحاضرات ما كاش الندوات ما كاش الأفلام البانية الهادفة ما كاش أرشيد ما كاش فرق موسيقية شعبية عندها كلام طيب تعالج قضايا مجتمعية كان غير راي القلب راي الشاب زريخة والشاب المصيبة هلوم اللي نخسروا عن فلوس المقطعين نحن نطالب ونلتمس على منبر رسول الله إن كانت بقيت لي منبر رسول الله أن يشارك في الحياة تقوا الله في الأمة تقوا الله في دين الأمة تقوا الله في أموال الأمة راه كاين اللي ما يصيبش كنينة باش يشريها كاين اللي ما يصيبش الآن باش يشرب تنعناع مليار وخمسمية مليون من ميزانيتنا في مدينة وجدة المقحورة اللي ما فيها لا طريق وحتى شي حاجة تنفق على الضرائرين الفساق بلغ يا من تكتب بلغ